صدى جرائم تنظيم داعش المروعة بحق الإيزيديين ما زال يتردد هنا. في هذا المخبر وسط العاصمة العراقية بغداد يجري تحليل الطب الشرعي واسترجاع الأدلة الجنائية من رفات ضحايا المقابر الجماعية للإيزيديين التي عثر عليها في مناطق شمال العراق. عينات يأمل الفريق الطبي أن تكشف عن هوية الضحايا والمساعدة في تحديد مصير أولئك الذين ما زالوا مفقودين. حالات الاستطالة نعملها بيولوجيكال بروفايل اللي نقدم منها الجنس، الطول، العمر. أيضا عندنا أعضاء فريق مختصين بالتروما ممكن يعرفون أسباب الوفاة. نتائج التحقيق الجنائي ينتظرها الإيزيديون بعد مرور 5 سنوات على هجوم داعش على مناطقهم وشنه حملة إبادة جماعية ضدهم. بس والله ما عندي أمل، ما ظل أملي بها واحد. يعني الداعش خلاص وين؟ لا بسوريا، لا بالعراق، لا بأي مكان. لكن التحقيق الجنائي زاد من تعقيده صعوبة مقارنة الأدلة وبناء قاعدة بيانات وراثية لمجتمع الإيزيديين، حيث يرتفع معدل التزاوج بين الأقرباء مما يصعب التعرف على الحمض النووي الخاص بالضحايا. محاولة هيكلة العظام وعمل العظام بشكل هيكل كامل لغرض تحديد العظام المفقودة وأخذ العينات الدي ان اي لغرض مطابقتها مع العينات المأخوذة من العوائل. عملية دقيقة من أجل تحديد الهوية في مشهد يستحضر حجم ما تعرضت له الأقلية الإيزيدية شمال العراق. أسر بأكملها تم ذبحها وأطفال جندوا قصرا للقتال ودفعت نساء وفتيات إلى الاستغلال الجنسي، فيما قالت الأمم المتحدة إن ما جرى يصل إلى حد الإبادة الجماعية.